السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفس الفكرة اللي احنا خدناها دي، نفس الفكرة اللي خدناها دي بالظبط، عايزين نشتغلها بس هنكريت بقى. خلاص احنا الكتيب الموجود، احنا عايزين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نضيف بيانات، محتاجين ان احنا نضيف بيانات، يعني عايزين نقاد نيو امبلي كده، تمام؟ ونبدا بقى نعمل الابديت والديليت والسيلكت وكل حاجه، بس هنعمل كل الكراد اوبريشنز بتاعتنا بقى على الايه، على الداتابيز بتاعتنا دي. فانا هاجي كده وهعمل اكزامبل جديد. ده بقى مهمته، مش كريت ام تيبل خالص ولا الكلام ده كله، مهمته كلها اد ام، هي الفانكشن هي اد ام، ولذلك لازم انادلها ابعت لها الاي دي والنيم والجوب والسلام. ده اصلا عشان تقدر تشتغل ابعت لها البيانات عشان يسجل لي امبلي جديد. بس الكويري مش اسمه دروب ولا اسمه كرييت ولا مفيش كلام من ده. الكويري هنا كويري مختلف ومهم، وهو كويري اسمه انسيرت، اسمه انسيرت، تمام؟ بس ما عندنا فانكشن ازاي، لكن المهم كريت مش تنفعنا، ما ينفعنا ترجعنا بصينا على الاوامر المفترض ان احنا نستخدمها. ده كده انشاء تيبل، عشان نضيف فيه بنقول انسيرت، تمام، انتو ذا امر اس كيو ال الاي من tentatively values، وبعد values ببعت بقى القيم اللي انا عايزها. الاي دي مثلا 1111 مثلا، دي حاططهم بالسنجل كود لان هو كاركتر، كل كاركتر بحطه بالسنجل كود. النيم برضه هو كاركتر حتى لو كان فاريبل كاركتر، بس هو كاركتر برضه. مثلا اقول احمد. هو حضرتك قافل الصوت ولا مشكله عندنا؟ لا الصوت شغال. اكتبوا لي يا شباب في الشات ان الصوت شغال. الناس سامعاني ولا لا؟ تمام كده حضرتك، تمام ايه؟ تمام سامعتني يعني؟ تمام حسيت تمام. طيب الناس دي، الناس سامعاني وكله تمام، نكمل ولا ايه؟ محدش بيرد يبقى الناس مش سامعين. تمام تنتو بليز فاليوز اربع وحايد اسمه احمد علي. اكمل الجوب مثلا، كومن مثلا جوب اسمها تيستر كوما سالري. السالري هنا ده رقم ما بيتكتبش من دبل كود، ما بيتكتبش من سنجل كود. اقول له مثلا ايه 17 مثلا، خلاص ده امر الانسيرت. الامر كده بيتكتب كده، سيرت انتو بتغير اسم التيبل، والقيم بتبعتها على الترتيب زي ما انت ماشي. اي دي نيم جوب سالري، اي دي نيم جوب سالري. الارقام بتتكتب كده من غير ما كنت بتسيرفسنج الكود، وده كله بتحط بالسنجل كود، سواء كان تكست او كان ديتا او ايا كان. وده الشكل السنتكس العام بتاع الجمله، بتاع جمله انسيرت. ده السنتكس العام بتاع جمله الايه؟ انسيرت. ماشي، يعني المفروض انا اكون من الجمله دي قصه، سهل ان شاء الله. عشان اكون من الجمله دي قصه، أو رايح هنا أقول له هو بدل الكريت دي أنا عندي insert بدلها أهي. insert إن أنتوا بلي كذا 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 أحمد علي تستر مش عارف. لو أنا نفذت دلوقتي الأمر، يعني ناديته نفذته هيشتغل، بس الأي دي هيفضل طول عمره أربع وحايد، والشخص اسمه دايما أحمد علي، ودايما وظيفة تستر، ودايما بياخد 17000، لأن دي كده نص ثابت كده. ده كده نص إيه؟ ثابت. أنا مش عايز كده، أنا ده دي المفروض تتغير، ده اكزام، وده المفروض يتغير. ده يجي من الاي دي اللي هو البارام اللي اتبعت هنا، وده النيم ده يجي من النيم، والجوب دي تيجي من الجوب، والسالري دي تيجي من السالري. المفروض تبقى الجمله كده متغيره دايما على حسب البارامز المبعوده، مش تبقى جمله ثابته، صح كده؟
انا ممكن طبعا اكمل على السطر الجديد يعني، اعمل بس بس الجمله تبقى قدامنا مريحه للنظر يعني. insert into employee values دي كده المفروض تتغير. انا هشتغل بحاجه اسمها فورمات، هشتغل بحاجه اسمها فورمات. لو جاي اعمل ايه؟ اعمل كده افتح قوس المجموعه ده واقفله كده اهو. الحته دي معناها ان الحته دي انا هبقى ابعت لك القيمه بتاعتها، يعني الحته مش سهله مش سهله تمام؟ هاجي هنا وابعت لك القيمه اللي انا عايزها. طب وبالنسبه لاحمد علي قلت له نفس الكلام، بالنسبه لاحمد علي دي انا برضه هنا دي هتتغير. طب وبالنسبه للتستر قلت له نفس الكلام، الحته دي بس بالظبط كده هتتغير. طب وبالنسبه لحته كلمه 17000 قلت له دي برضه 17000 دي هتتغير. الحته دي كده. وخد بالك من السنجل كوتس والكوماس، انا سبت كل حاجه موجوده في مكانها، انا بس مكان القيم فقط، القيم فقط هي اللي طلعتها بره. وجاي قايل له دوت فورمات وابعت بقى قيم بالترتيب. اول واحده كانت الاي دي، اقوم قايل له الاي دي كوما. ثاني واحده كانت النيم، ابعت له النيم كوما. ثالث واحده كانت الجوب، ابعت له الجوب كوما. اخر واحده كانت السالري، ابعت له السالري وخلص. سينتاكس يا دكتور؟ السينتاكس شكله كده؟ السينتاكس بتاع الستيتمنت دي؟ الستيتمنت بتاعت ماي سيكوال ولا السؤال بتاعت البايثون؟ لا بتاع الكويري نفسها. الستيتمنت احنا بنأكد اهو، الستيتمنت بتاعت الماي سيكوال ده الشكل، ده السينتاكس بتاعها. تمام. لكن احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي بنستخدم ان احنا عايزين نشيل دي، لان دي مش عايز، انا مش عايز قيمتها تبقى ثابته. على حسب ما اليوزر بيبعت. قصدي على البايثون يعني. نعم هنا بقى بالبايثون بستخدم حاجه اسمها دوت فورمات. ايه الدوت فورمات؟ ادي السترنج الثابت، ادي السترنج الثابت اللي هو النص الثابت، والحتت المتغيره فيه حطيت بس الاقوال اللي هي بتاعت الايه؟ الاقوال دي اللي هي الكيرل بريسز دي تمام؟ اهو حطيتهم كده عشان اقول ان الحته دي هتتغير، الحته دي هتتغير، الحته دي هتتغير. وبقى نبي على فانكشن اسمها فورمات وابعت الاي دي يسكن هنا، يشيل القوسين دول ويسكن في الحته دي. النيم يشيل القوسين دول ويسكن في الحته دي. الجوب يشيل القوسين دول ويسكن في الحته دي. السالري يشيل القوسين دول ويسكن في الحته دي. ممكن اكتب نفس الامر تاني بشكل اخر. خلونا ناخد شكل اخر بس عشان الناس ما تلخبطش. سيت انتو امبلوي مش عارف فاليو ده واجي هنا؟ قام قايل له لا، واقف بقى. دبل كوتيشن زائد زائد دبل كوتيشن. واقوم حاطط هنا مين؟ الاي دي. والنيم هقول له لا هنا بقى، وقف لي، هقول له دبل كوتيشن زائد زائد دبل كوتيشن. قوم حاطط هنا النيم. ومكان الحته دي قوم عامل لي هنا كده اهو الدبل كوتيشن زائد زائد، وقايل له هنا حط الجوب. وهنا هقول له هنا برضه نفس كان دبل كوتيشن زائد زائد، واحط مين؟ السالري. وبكده اكون ده شكل اخر للجمله. هي دي بتوصلني دي، هي دي هي دي. ممكن احط داخلها جمله شرطيه يعني اف ستيتمنت، بحيث ان الاي دي لو اتكررت يطلع لي رساله او شيء. لا مش هنا، مش هنا تمام. طب لو انا عايز اقول الاي دي اتكرر ولا ما اتكررش، لو انا هعملها هنا هدوخ. هدوخ ازاي؟ الاي دي اتكرر يبقى لازم الاول اجيب سيلكت وادور، ادور جوه الداتا بيز هل الاي دي موجود ولا مش موجود. لو كان مش موجود ابدا اعمل ذات، لو كان مش موجود لفه ليها، مع ان الداتا بيز ممكن تسهل لي اللفه دي. فخلونا واحده واحده بس ونشوف التفاصيل دي. الاول عندي انا عندي الشكل ده صح، ده اسمه كونكاتينيشن العادي، ده كونكاتينيشن. كونكات بكونكات حاجه، بدمج حاجه جنب حاجه جنب حاجه جنب حاجه، اكون الجمله كلها. او بالشكل ده، هو الشكل الاولاني ده اللي فوق ده اضبط، اضبط شويه لانه يعني 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 مرتب اكتر بس مش اكتر من كده. ده للناس اللي هي القديمه اللي مش اشتغلت 100 لغه والشكل ده بالنسبه لها ستاندرد ما بيفرقش معاها خالص. ما تستناش اي حاجه من اللغه، هي بتكون كات كده مع نفسها وبتعرف تجمع الجمله ايا كان شكلها. عجبك ده ماشي اشتغل، وعجبك ده ماشي اشتغل زي ما تحب تمام. انا حتى لو سبتهم هم الاثنين مش هيفرق، لان جه كده هيرابلس ده، هيرابلس ده، الاثنين في الاخر هيبقى نفس النتيجه، هي نفس النتيجه، هي نفس النتيجه. دكتور لو حطينا في البدايه اللي هو حرف الاف في الفورمات يعني بدل كلمه الفورمات، هذا يعني في في نموذج ثالث يعني في ممكن. صحيح صحيح كله صح يعني في مليون. المهم جمع الجمله يعني عايزين نعمل اسلوب ثالث، نعمل اسلوب ثالث، اسلوب رابع، اسلوب رابع، مش مهم. المهم في الاخر ان الجمله بعد ما الفاريبلز دي تتحط قيمتها تطلع لي
بنفس الشكل ده عشان لازم تروح للداتابيز بالشكل ده. حتى لو البيانات مختلفه بس لازم تروح للداتابيز بالشكل ده. جمع باي اسلوب المهم توصل للداتابيز الامر بالشكل ده عشان الداتابيز تقدر تفهمه وبالتالي تقدر تنفذه. تمام؟ هي دي الفكره. فكلها طرق لتجميع النص. ايا كانت الطرق مش مشكلتنا، المهم احنا جمعنا النص وهننفذه. والداتابيز هترد علينا. تمام؟ طيب اي دي اد امبلي ممكن نجربها، يعني نعمل فانكشن ثانيه نطلب من اليوزر هات الاي دي هات النيم هات الجوب ونبعتهم للفانكشن دي. ممكن نعملهم كده يعني على طول، حتى اقول له اي دي او انا معلش هعملها جوه فانكشن، هعمل فانكشن واسميها كول اد كل اللي هنقول له الاي دي بيساوي واقوم عامل له انبوت انتر دي اي دي. خلي بالك ممكن اغير حاجات برضه، انا معلش اظبط شويه حاجات، بس خلينا الاول نعمل الفكره. النيم كله دخل في نيم جوب سالري. وهنرجع على الفانكشن بتاعتي اللي هي اد امب واللي بعت الاي دي نيم بعت له النيم جوب بعت له جوب سالري بعت له سالري خلاص هينال عليهم الشرط. لكن انا ممكن هنا وانا بنفذ الامر ده يحصل اخطاء كتير على حسب بقى الظروف. ممكن الجمله مكتوب فيها حاجه غلط، حرف غلط، لو حرف غلط ممكن تضرب مني. لو البيانات مش مظبوطه، بيان ما كانش كان المفروض يتضاف وهو ما اتبعتش، يعني نوت نل وانت ما بعتوش، مش عارف ايه، اخطاء ممكن تحصل كده. وبالتالي احنا لازم نشتغل بتراي اكسبت عشان ايه؟ نطمن ان الدنيا بتاعتنا ماشيه تمام. فانا اقول له تراي انك ان تخلي الكرسول ينفذ الايه؟ ينفذ الكويري، ده اصل الموضوع. ده اصل الايه؟ الموضوع. واخر الموضوع يعني بعد ما يقول لي الكرسول دوت اكسكيوت على الكويري هقول له يا كونكشن كونكشن دوت كوميت. كوميت يعني ايه كوميت؟ يعني احفظ واقفل وظبط كل حاجه خلاص حفظ نهائي. كوميت معناها ايه؟ سيف يعني. ماشي؟ لكن قلت له سيف اند كلوز يعني اقفل وسيف وكله تمام. تمام؟ اكسبت لو في خطا ما، لو في خطا ما حصل ممكن اقول لها كونكشن دوت رول باك. رول باك معناها ايه؟ مش سيف، معناها اندو. عارفين اندو؟ اندو معناها تراجع عن اللي احنا عملناه، يعني لو في اي حاجه اتنفذت على الداتابيز تراجع، طالما في ضرب اي ايرور من اي نوع تراجع. طالما ان في اي غلطه حصلت في الداتابيز لو سمحت تراجع. لو سمحت ايه؟ تراجع. دي معنى كلمه ايه؟ رول باك. تمام؟ Finally هقول له connection not close. يعني كده سواء انت عملت تمام وحفظت اقفل. طب طلع ايرور ورجعت في كلامك اقفل. فكده في الاخر انا connection close هقفل في الاخر كده connection بتاعي. في اي حاله من الحالات انا هقفل connection بتاعي. هحفظ كان بيها، هرجع في كلامي كان بيها، في الاخر كده هقفل الايه؟ الكونكشن. بس انا كده عملت مبدئيا بحافظ على الجمله ممكن تضرب. قفلت بشكل بطيء، لكن اللي في الاكسبت هنا في بقى انواع ايرورز وبتاع وشغل ممكن يتفرد له تفصيل. بس مبدئيا انا قفلت الشغل بتاعي. تعال نجرب. لما نجرب الكلام ده ونشغله ونشوف. لو جيت عملت كده كليك قلت له رن. ما نزلناش على فانكشن اسمها كول اد، هنادي عليها بس كده. يعني كده تدور اثنين فانكشنز من غير ايه؟ ما نادي، انا اقول له شغل الاد بقى. رن. قال لي هدخل الاي دي. كده دخل اي دي 1111 4 1. الاسم قلت له احمد. احمد في عندنا حد اسمه احمد. ما فيش. مثلا في محمد حسن. ماشي.
الوظيفة مثلا. السلاري مثلا. ماشي. ايه اللي مزعله؟ تعالى نراجع نشوف. مع انه قال لي في ادد سكسسفلي والكول والاد ومش عارف ايه وكونكشن كلوز وطرق، مع انه قال لي ان هو وضف. طب ما تيجي نبص كده في الداتابيز وضف فعلا ولا لا؟ خش على الداتابيز بتاعتي. ادوس على التيبل. او اربع هايد محمد حسن بروجكت مانجر 27000 الضف. الداتابيز نزل. الداتابيز هو راح، بس احنا عندنا هنا ايه؟ عندنا غلطه، الغلطه في كونكشن دوت كلوز. وطبعا مطلع لي الايرور 2006 تمام؟ هو صحيح هو مش مديني اي تفصيل عن الايرور، لكن الايرور دوت ببساطه جدا هو اوبريشنال ايرور وده معروف، وطبعا تقدر تسيرش برقم الاي دي ده وهو هيجيب لك كل ال يعني التفاصيل عن الخطا ده لو انت عايز تعرف الخطا ده تفاصيله ايه. وطبعا هو ظاهر ان هو ليه علاقه عندنا بالايه؟ بالكونكشن كلوز. طب انا عايز اعرف انا ممكن اعمل كده تمام؟ انا مش عارف مثلا. هم رايح هنا كده واقوم رايح على جوجل عادي جدا، انا اخذت الكود وقمت رايح البيست كده تمام؟ هعرف على طول ان الايه؟ ان الايرور خاص بالماي سيكوال. فبيقول ان الايرور ده ان الماي سيكوال خاص قفل تمام؟ نفذ الامر وقفل لوحده. يعني هو قفل اوتوماتيك، فعشان كده هو قال لك انا مش هقفل تاني، انا اصلا اوريدي انا اوريدي قفلت تمام؟ انا اوريدي ايه؟ قفلت، مش محتاج ان انا اقفل تاني. طيب ده اصل الايه؟ الايرور اللي حصل، لكن عشان كده هو عدى ونفذ وكل حاجه تمام، وجيت في الفاينل بيقول لي كلوز. صدق انا خدت بالي كده. هو عمل ايه؟ الغلطه فين؟ شايفين هو في الفاينل عمل كلوز عداها، وجي عمل كلوز تاني قال لي انا قفلت خلاص. يعني احنا كاتبين مرتين كلوز، دي الغلطه اللي عندنا. انا كنتش واخد بالي منها، ان هو بس مجرد كاتبين احنا مرتين كلوز، فعدى المره الاولى وقفل، المره الثانيه قال لك ما انا قافل، فطلع غيره قال لك ما انا قافل بس مش اكتر من كده. لكن كده هو اضاف عندنا عادي جدا. طب نجرب مره كمان كده بعد ما شلنا الامر الزياده ده. قال لي مين؟ قلت له واحد 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 اثنين. خد بالك بقى معايا النيم. قلت له مثلا ايه؟ عبد الجابر. الجوب مثلا برودكت مانجر. ما عندناش موظفين، كلهم مانجرز 27 تمام. زي ما احنا شايفين طبعا الكوليكشن دي كانت مطبوعه من الكوليكشن وان في ادت سكسسفلي وما عنديش مشكله. طب قلت له روح شوف الداتابيز. رحت على الداتابيز بتاعتي اهي، ودخلت على كتابه اللي اسمه امبلي، لقيت فعلا قال لي ايه؟ قال لي محمد حسن عبد الجابر عبد القادر اثنين ضف تمام؟ كويس وبدون اي مشاكل عندنا، حلو جدا. الموضوع كده انتهى؟ لا، الموضوع فيه تفاصيل، الموضوع فيه تفاصيل. يعني ممكن احنا عندنا انواع اخطاء ممكن تحصل كتير جدا. زي مثلا لو قلت له واحد 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 تاني، احنا اصلا قايلين له ان ده يعني ده اصلا مش مسموح صح ولا ايه؟ يعني ده اصلا احنا مانعين ان ده يحصل. احنا كاتبين ما ينفعش يتدبلر، ما ينفعش يتكرر، ده خطا، ده خطا في حد ذاته تمام؟ فاحنا ممكن نكون عايزين نشتغل على الخطا ده مثلا. واسمه احمد ومش هيخش طبعا، انا عارف، والجوب فاضيه والسالري فاضيه. قال لي كونكشن سكسسفول وسابني في الشارع. يعني هو ضربش بس ما هندلش الايرور، لان انا ما قلتلوش يعمل اي حاجه. يعني انا في الاكسبشن بتاعي انا ما قلتلوش اعمل لي اي شيء خالص، ولا خد ولا اطبع لي الايرور، ولا اعمل لي مش عارف ايه، ولا اي حاجه خالص. انا بس قلت له لما يحصل ايرور عدي الموضوع، صح ولا ايه؟ عدي الموضوع، لكن انا ما دخلتش فيها تفاصيل. ولذلك هو دخل في الاكسبت وعمل رول باك وسكت. يعني لو انت رحت على الداتابيس بتاعتك مش هتلاقي اي تاثير، لانه عمل رول باك. عمل رول باك لانه رفض.
لانه رفض الايه الخطا دوت، وبالتالي هو ما اشتغلش عليه ورفضه ورجع في كلامه وخلاص، بس مش اكتر من كده. طيب احنا هنا طبعا ممكن نقدر نشتغل على مجموعه كبيره من الايرورز اللي ممكن تجي لي وابدا اشتغل عليها. يعني الايرورز اللي هنا ممكن تحصل لي اكسبشنز، يعني مثلا انا جيت قلت اكسبشن قلت از اي اكس مثلا، انا ممكن اجي كده اقول له برنت اي اكس عشان بس اشوف بس الاكسبشن اللي حصل. طبعا في انواع الاكسبشنز مش قضيتنا دلوقتي، بس انا بس هشوف بس نوع الخطا اللي حصل. لو جيت عملت رن قمت جاي قايل له 1111 وقلت له احمد سبت الجوب وسبت السالري، هلاحظ ان هنا ايه الخطا قال لي كام؟ 1064. ده ترقيم للخطا. الداتابيزز وبالاخص الماي سيكوال بتعمل ترقيم لكل نوع خطا عشان تعرف تشتغل عليه. ف 1024 ده معروف، 1064 اسف، 1064 ده معروف اللي هو البرايمري كي يعني بالدبل. فتيجي تقرا بقى وقال لي في خطا عندك مش عارف والقوس والبتاع، قلت له ماشي يعني في اللاين بتاع الامر بتاعك وقف. طبعا لو انت مش عارف تقدر تبحث بنفس الاسلوب. انا اقدر اروح وجاي قايل له هي ماي سيكوال على طول، فتلاقي ان الماي سيكوال طبعا ممكن في موضوع ممكن يكون عنده اكتر من حاله، لكن على العموم اقدر اوصل للخطا. السنتكس ايرور ده ممكن يكون بسبب البيانات فاضيه. طب ماشي انا هعمل كده، جمله 1062 1062 وقال لي الجمله معروفه جدا، الجمله واضحه ايه هي؟ قال لي دوبليكيت انتري اللي هو اربع وحايد فور كي اللي اسمه برايمري كي، صح ولا ايه؟ قال لي دوبليكيت واضح جدا تكرار للانتري اللي هو اربع وحايد للكي، وده برايمري ما ينفعش نكرره. هو بالنسبه لي كده هو الراجل واضح جدا في ال في الـ في الـ في الامر بتاعه، تمام؟ ورافض باسباب واضحه. رقم الايرور وبالايه؟ وبالدبليكيشن اللي حصل. ده حاجه. طب انا جيت عملت كده وقلت له لا يا عم 1111 3 ده مش متدبر. حد زعلان؟ لا ده مش زعلان، ده مش حد، ده مش متدبر. النيم ما ينفعش تسيب فاضي، بس انا سبته فاضي. والجوب كتبتها اهو. والسالري كتبتها. قال لي الضاف معقول؟ معقول الضاف؟ احنا مش كنا عاملين نيم اجباري ولا نسيته؟ هو بعت الاسم فعلا، بعت بس بعت فاضي. هو مش نل، هو مبعوت يعني سبيس يعني فاضي، يعني مبعوت تكست فاضي. والتكست الفاضي غير النل. التكست الفاضي غير النل. النم اللي هي نم عندنا في ال البايس، ولذلك اعتبر الاسم موجود، طبعا الاسم موجود غير دي، غير لما جاء عندنا في الداتابيز حاجه اسمها نل، دي اللي مرفوضه، تمام؟ ليه اللي مرفوضه؟ لان دي في حد ذاتها معناها ان البيانات فاضيه مش موجوده، فاهمني؟ ففي فرق ما بين مش موجوده وبين نص فارغ. نص فارغ هو سترنج، يعني نفس الكلام في البايثون على فكره. لو جيت عملت كده فاريبل مثلا، سميت الفاريبل اكس قلت اكس بتساوي، عملت كده ده مش لما اجي اقول اكس بتساوي نان يغير دي، يغير دي. هنا الاكس هي نص ونص فاضي، هنا الاكس غير موجوده بالمره. النون في فرق ما بين النون وفي فرق ما بين الايه؟ التكست الفاضي. ولذلك هو قبل النيم مش قبله، هو تكست فاضي، هو اسم جاي فاضي، بس هو اسم، فاهمين الفكره؟ هو اسم زي الفضاء والفراغ، يعني ايه زي الفضاء والفراغ. ايوه ايه بقول زي الفضاء والفراغ. عايز اشرح لك الفرق بين الفراغ والفضاء ولا اشرح لك الفرق بين لا 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 بس بحاول بس يعني اقلب السكر. ايوه بتاع زمان ده، السكر بتاع زمان ده.
يعني عايز اقول ان انا لما اجي اقول انا معايا جيبي وجيبي فاضي، تمام، جيبي فاضي ده اسمها اكس بتساوي كده، لان في جيب بس فاضي، تمام. لكن لما اجي اقول الواي بتساوي نان، لا شيء هنا، لا هنا مش بتساوي فاضي، هنا هنا الجيب مش موجود اصلا في البنطلون، لما الجيب مش موجود من اصلا يعني، فده الفرق الاساسي. انا بقول له نوت نل، امال الواي بتعمل ايه يا دكتور عادل؟ ما الجيب مش موجود، مش الجيب ده اللي هو الواي؟ معلش اوضح ثاني، مش الجيب ده اللي هو الواي؟ لا، امال الواي دي ايه؟ دي ولا حاجه، ده ولا شيء، لسه لم يحدد اي حاجه، لم تحدد حتى، غير محاسبه يعني. سميتها بعض الاحيان النون، حاجه غير معروفه لسه، حاجه لسه ما جهزتش ولا اتحجزت في الذاكره ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا اي حاجه، هي يعني موجود بس على الشاشه بس كده، هي يعني موجود دلوقتي احنا اهي يعني، خلي دي عندك عشان هستخدمها كمان شويه، لكن هي لسه ما استخدمتهاش ولا اي حاجه خالص، تمام، وبالتالي هي غير موجوده، تمام. فالفرق ما بين غير موجود وما بين موجود فاضي ده الاصل فيه، ان انا في الحته دي كده ده الواي غير موجود، ده مش الجيب، لا ده لا مجرد ان الواي ده مؤشر فاضي لسه، مش فاضي، غير محدد حتى الان النون، اما الاكس هنا لا محدده ان هي نص والميموري بتاعتها فاضيه، لكن هي نص وموجود ليها في الذاكره وكل حاجه عادي جدا. مش موجود ولا غير محدد؟ ده غير موجود وغير محدد، نان غير موجود وغير محدد، لكن ده موجود ومحدد، الاكس بتساوي فاضي موجوده ومحدده، تمام. المفهوم ده مفهوم موجود في البايثون وموجود كذلك في الداتابيز، نفس الفكره، تمام، مفهوم، تمام. ها شباب، في اي حد ليه اي استفسارات في الحته دي؟ السكوت علامة الرضا يا فندم. رضا ان في مشاكل ولا رضا ان في مشاكل؟ طيب تمام، الامور تمام، كله كويس جدا. طيب احنا انا عارف ان الساعه 11 وفي زمايلنا بياكدوا عليا كذا مره قبل، طبعا بياكدوا عليا قبل المحاضرات ما تقولش بعد 11 عشان عندهم الساعه بتبقى اتاخرت جدا وبيبقوا عايزين يتابعوا، فاحنا هنستكفي بس ان احنا وصلنا للاد، ان شاء الله المره الجايه ناخد ابديت والديليت والسلكت، يبقى خلصنا الشغل بتاع الماي اس كيو باذن الله. لسه بدري انت عندك لسه بدري، في غيرك التاني يقول لك واحده وعليا شغل الصبح، انا مش قادر اقعد اكتر من كده، وفي الناس عندها الساعه 1 بالليل وعندها لسه العصر مدا من شويه. الله يديك الصحه والعافيه، الله يديك الصحه والعافيه ويبارك فيكم جميعا. عايزكم تشد حيلكم شويه وتلحقونا، احنا كده اهو المايك سيكوال اتاخد على محاضرتين، حلو حظنا حلو عشان ما نستعجلش على البروجكت بتاعه، عشان انتم شغالين طلبات عليكم على طول فالدنيا صعبه، فالناس تقفل البروجكت بتاع ريست فول والله ما لحقنا نخلص المحاضرات اللي فاتت. يعني هو معانا فرصه اهو، لسه معانا لغايه المره الجايه ان شاء الله، يعني يوم الجمعه ان شاء الله لو عشنا وكلنا عمره، لسه يوم الجمعه هنكمل تاني ماي سيكوال وهنطلب بعد كده البروجكت، فانت معاكم لغايه يوم الجمعه كمان تكملوا البروجكت القديم بتاعكم، ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. الله يجزيك خير وبارك فيك. طيب يا شباب، في اي طلبات او اي اسئله او اي شيء قبل ما اخرج؟ شكرا لمعاليكم، بارك الله فيك. شكرا دكتور، يديك العافيه. شكرا لكم. هو كان فاضل 9 دقائق ناخد فيهم حاجه صغيره ولا ايه؟ فاضل حاجه صغيره كده، فشايف فاضل 9 دقائق، انا اتخدعت افتكرت ان فاضل دقيقه. لا لو ممكن يا دكتور، لو انا عايز مثلا اعمل سكيب واطلع، هو كان سؤال شغلني شويه. عايز اعمل سكيب على ايه؟ بدل ما اكتب نو مثلا، او انا وانا بعمل الانتري مع الانبوت ستيتمنت، فعايز استخدم فانكشن مثلا لو السكيب كي ضغطت عليه طلعني بره. اه
فهمتكش تقصد هنا يعني؟ اه يعني اثناء الادخال او بالظبط كده. عادي انت اثناء الادخال بتدوس هنا على الستوب بس وخلاص هيخرجك بره. لو الاختصار بتاعه هيبقى يعني لو نعم. القيمه مثلا فاضيه زي النيم لما تركناه فاضي فبدل ما اعمل يعني ستوب بس هيوقفك لو كنترول اف 2 هيخرجك كده على طول. فهمتني؟ ده الاسكيب. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي في الـ في الـ في السكريبت نفسه. ايوه وانا بعمل ران اثناء الران معايا انبوت للاي دي والنيم والجوب والسالري وهكذا. فانا وصلت مثلا للجوب وعايز اطلع، عايز اضغط اسكيب على الكيبورد يطلع لي. لا ما انت احنا شغالين دلوقتي كونسول، احنا الدنيا هنا هنا بسيطه ما فيش لسه امكانيات حاجات زي كده ونقدر نتحكم في حاجات دي. مظبوط. الكلام ده لما يكون في ابلكيشن بقى او ديسكتوب او ويب او مش عارف ايه ده ساعتها بنلعب في ده. لكن دلوقتي احنا الدنيا عندنا بس لسه بسيطه يعني. نعم 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 انا اسف معلش. مظبوط. لا 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 مش مشكله. طيب طالما فاضل معانا اقل من 5 دقايق معلش ناخد نستغلهم واخرج يعني نستغلهم في حاجه بسيطه جدا. ان احنا بما اننا كنا بنتكلم على الاكسبشنز، طبعا اكسبشنز انواع كتير لكن في اكسبشن خاص بالماي اس كيو ال دي بي، بس طبعا لازم ساعتها نعمل امبورت للماي اس كيو ال دي بي. احنا مش عاملين امبورت، لكن احنا لو جينا قلنا ماي اس كيو ال مش هتلاقيها اصلا صح؟ فانا عشان كده هعمل لها امبورت الاول ماي اس كيو ال دي بي هتبقى موجوده، وهنا اقدر اشتغل بقى على الايرورز اللي هي بتوفرها لي الماي اس كيو ال دي بي. تمام؟ دوت هلاقي حاجه عندي اسمها دوت، هتلاقي بقى هنا تفاصيل زي الكيرسر خلاص كونكت احنا شفناها، الريزلت هتشوفها ان شاء الله، حاجات كتير جدا بتديهاني. تمام؟ لكن في عندي حاجه اسمها الداتا ايرور، في عندي حاجه اسمها داتابيز ايرور، في عندي بقى حاجات في ايرور عموما. فانا ممكن اقول له ماشي ماي اس كيو ال دوت ايرور ده اخطاء الخاصه بالماي اس كيو ال، سميتها اي اكس او سميها اي ار ار زي ما انت عايز. خلاص؟ وفي الحاله دي انت ممكن تقول اي ار ار هتلاقي في تفاصيل بقى بتطلع لي. تمام؟ في تفاصيل ممكن ان انا اقدر استفاد بيها. تمام؟ والايرورز ممكن تكون مجموعه من الايرورز، يعني مثلا ممكن اقول ايرور اوف زيرو ده الايرور الاولاني، يعني ممكن يبقى عندي كذا خطا حصل، يعني الجمله اتبعتت فيها عيب كذا وكذا 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 وكذا، ده وارد. تمام؟ برضه ممكن اقدر اجيبه، ممكن اقدر اوصل للايرور ده. فلو انا جيت عملت كده بالشكل ده كده مثلا قلت له ايرور اوف زيرو او قلت له ايرور وخلاص، تعال نشوف الشكل هيحصل معانا ايه. وجيت عملت كده وقلت له 1 1 1 4 او خلينا 1 1 1 1 بقى كله اللي هو متقارب يعني. تمام؟ قال لي فين الايرور عندي؟ ايرور انتجريتي ايرور اوبجكت از نوت ايه سكريبتبل. مش قادر كل ما اقدرش اطبعه يعني انه ايرور ده ايرور تفصيلي مش 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 هيتبع بالشكل العادي يعني انه اوبجكت يعني عباره عن ايه؟ عباره عن اوبجكت احنا نقدر نشتغل معاه لكن هو مش حاجه نصيه ثابته مباشره يعني. وهوريكم انا ان شاء الله يعني عشان بس فتحنا في الموضوع، لكن هوريكم تفصيل بتاع التعامل مع الاخطاء. الغرض اللي احنا بس بنقول ان الماي اس كيو ال دي بي فيها ايرور، والايرور اللي فيها بنقدر كاكسبشن يعني بنقدر نتعامل معاه، وبيدينا تفاصيل نقدر نوصل بها للخطا وانواعه وتفصيله زي ما هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد. لكن بس مجرد بس ان ماي اس كيو ال دي بي دوت ايرور موجوده وتقدر تخلينا نقدر ايه نتواصل مع البيانات، يعني عايزين نقول ان هي بتوصل لنا ده هي، بس مش عايز هي مش سكريبتبل فهو مش قادر يطبعها بس دلوقتي مؤقتا، لكن هي موجوده وانا اقدر اشتغل عليها. يعني اقدر اقول اف ان الايرور اوف زيرو كان كذا، انس اعمل لي كذا. تمام؟ سوري. تمام؟ قلت له بس الايرور كده مباشره من غير الاوف زيرو، احسن ما كان المفروض تحول سترنج واقول له اوف زيرو بعديها، بس مش مشكله. جاب لي رقم الايرور وقال لي دبليكيت انتري وجاب لي نفس الايرور الاصلي اللي كنا طبعناه في الاكسبشن، بس من جوه الماي اس كيو ال دي بي ايرور.
تمام. الماي اس كنت ممكن نقول اكسبشن. الاكسبشن هيشيل نفسه. احنا قلنا الاكسبشن ده الامبريلا العاليه اللي بتشيل كل تحتيها. لكن انا اقدر اتعامل معه. اقدر اقول ماي اس كيول ديبيد دوت ايرور وابدا اقول له ايرور ده واقول له ايرور بقى وابدا اخد منه تفاصيل. تمام. وادي الايرور بالتفصيل بتاعته شايل زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين كده. لكن احنا ممكن نستغله في فيما بعد في ان احنا نقدر نقول والله لو كان الايرور بيساوي رقم كذا ما كانش بيساوي رقم كذا، لو كان الايرور رقمه كذا اعمل لي كذا، لو ما كانش رقمه كذا اعمل لي كذا، وابدا اخش في تفاصيل اخطاء وكلام زي كده وحاجه اسمها الورنينج وي 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 تفاصيل كتير في الحته بتاعه الايرورز. كان في حد كان سالنا عليها مش فاكر هو مين، لكن الحته ايه البدايه الداخله هنا في الاكسبشنز. لكن هنشوف ان شاء الله مع بعض. طبعا لو في اي غلطه في اي حته الدنيا كلها تضرب. يعني لو انت ناسي حرف هنا مثلا من انسيرت انتو وجيت تجرب هياخد منك البيانات، بس لما يروح الداتابيس هتضرب ضربه ثانيه خالص لان الامر ناقص. يعني الامر طبعا ناقص هيطلع لي ايرور ان في سينتاكس ايرور. يعني فزي ما شايفين طلع لي ايه 1064 ان في غلطه في شكل الكتابه وقايل لي الغلطه قريبه من employees values كذا 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 اللي هو عايز يقول لك ان هي انتو يعني الكلمه اللي ما قبل employee. تمام. يعني عشان طبعا ساعات ما بيبقاش دقيق قوي، بس هي دي الغلطه اللي عندنا اللي هي الحرف الاخير. التيبل مش موجود، الفاليو مكتوبه غلط، الفاليو مش عارف فيها سنجل كود ناقصه، مش عارف اي خطا من الاخطاء دي وارد ان يضرب ويطلع لي ايرور. ولازم اتعرف على انواع الايرور واخطائها زي ما نشوف ان شاء الله فيما بعد. واسف على الاطاله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور. بارك الله فيك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.